تقام اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 البطولات التالية: تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تقام اليوم 14 مباراة بالجولة الخامسة من التصفيات، وهي كالتالي: المباراة الأولى فنلندا وكازاخستان تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والرابع عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 إنجليش. المباراة الثانية أيرلندا وأذربيجان تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 إنجليش. المباراة الثالثة صربيا ولوكسمبورغ تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم. المباراة الرابعة لاتفيا والنرويج تقام في تمام الساعة بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD اكسترا 1. المباراة الخامسة سلوفينيا ومالطا تقام بنفس التوقيت ايضا 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD 2 انجليش. المباراة السادسة قبرص وروسيا تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 HD بريميوم. المباراة السابعة قطر والبرتغال تقام في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سكاي سبورتس فوتبول UK. المباراة السابعة أوكرانيا وفرنسا تقام في تمام الساعة 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD 1 إنجليش. المباراة الثامنة جبل طارق وتركيا تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة TRT 1 HD. المباراة التاسعة هولندا والجبل الأسود تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 HD بريميوم. المباراة العاشرة جزر فارو والدنمارك تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD 2 انجليش. المباراة 11 اسكتلندا ومولودوفا تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD اكسترا 2. المباراة 12 سلوفاكيا وكرواتيا تقام في تمام الساعة 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3 HD بريميوم. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.